السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. ثم أدركت أنهم لا يقتلوننا في تلك المدينة بالرصاص وإنما بالقرارات. وبيبدأ فيلمنا النهاردة في ريو دي جانيرو مع سابينا، وهي في عملية تابعة لوكالة تاونساند اللي بتحارب رجال الفساد وبتكشف فسادهم. وكانت سابينا متخفية في هيئة بنت جميلة بتتعرف على رجل الأعمال جون سميث، وبيقضوا سهرة جميلة مع بعض. وفجأة بتأيده سابينا وبيوصل فريقها من وكالة تاونساند وبيقدروا يسيطروا على جوني وحر راسه كلهم. وبتفضل سابينا تضربه وهي متعصبة بسبب انه سرق اموال نساء واطفال لاجئين علشان يكون ثروته الضخمة. وبيجي رئيسهم اللي كانوا بيطلقوا عليه اسم بوزلي وبيشكرهم وبيطلب منهم يمشوا من المكان. فبتمشي سابينا من المكان مع فريقها قبل ما جنود وزارة الدفاع توصل. وبعد مرور سنة وفولاية هامبورغ، كانت إلينا رايحة تقابل فليمنج مدير شركة بروك اللي بتشتغل فيها علشان تناقشه بخصوص الاختراع الجديد كاليستو اللي عملوه بصفتها احد مبرمجيه وقامت بتطويره. فحكى لها عن قصه قديمه لتوماس اديسون مخترع اللمبه، وانه في كذا شخص قبله اخترعها، لكن اديسون كان اول شخص يسوق لاختراعه وما اهتمش بكلامها، ولا حتى لما قالت له ان المهندس التاني اللي كان شغال معاها على الاختراع لسه في المستشفى بسبب سكته دماغيه تعرض لها بسبب اختراعهم. فقال لها ان كل دي شائعات وانهم شغالين على كاليستو من 5 سنين وحاليا اصبح امن وجاهز للاستخدام. فقامت إلينا وخرجت من مكتبه ولاحظت ان سكرتيرة المكتب بتقول لها ان في حاجة وقعت منها. فقالت لها إلينا انها مش بتاعتها، لكنها اصرت تاخدها ومشيت. وكانت بطاقة غريبة لوكالة بتدعى تاونساند. وفي لوس انجلوس بيوصل بوزلي لمقر وكالة تاونساند بعد ما تقاعد، وكانت دي اخر زيارة هيعملها لمقر الوكالة. بس بيلاقيهم عاملين احتفالية هناك بمناسبة تقاعده بعد خدمته لمدة 40 سنة في المنظمة. وبيشاركهم تشارلي رئيس المنظمة على الراديو بيقول له انهم جايبين له ساعة هدية بمناسبة التقاعد. وفي شركة بروك للطاقة كانوا عاملين مؤتمر بيقدموا فيه الاختراع الجديد كاليستو بحضور مؤسس الشركة ألكسندر بروك. وقال لهم فليمنج انه طلب من شركة هامبورغ للكهرباء انها تقطع الكهرباء عن المبنى بالكامل، وامر الكاليستو انه يشغل الانوار على الطاقة القصوى. فبينور المبنى بالكامل في ذهول من ألكسندر بروك، وكان معجب بالكاليستو وقال لهم ان الاختراع ده هو المستقبل. وفي باريس كان بيتم تعيين شخص مكان بروزلي، وكانوا بينادوه بنفس الاسم. وبدأ يجمع الفريق من جديد علشان في مهمة جديدة هيعملوها، وبيروحوا يقابلوا إلينا في مكان عام. وبتختفي جين على هيئة نادلة، وسابينا كانت بتراقب المكان من الخارج. فخد منها بوزلي فلاش ميموري عليه كل تقاريرها ومعلومات الكاليستو. وبتلاحظ جين ان في شخص بيراقب بوزلي وإلينا فبلغته. فقام الشخص طلع سلاح وحاول يقتل بوزلي، بس بيقدر بوزلي يهرب هو وإلينا وبيركبوا عربيتهم وبيمشوا. وبعد مدة قليلة لقوا نفس الشخص بيطاردهم ومعاه أسلحة تقيلة، فبيفقد بوزلي السيطرة على العربية وبتقع بيهم في المية. فنزل القاتل بسلاحه يقتلهم بس ما لقاش أي أثر ليهم. ولما وصلت سابينا علشان تقبض عليه فجر عربيته وهرب من المكان. فبتطلع جين وإلينا من المية، بس بوزلي بيختفي والفلاش ميموري بتقع في المية. فجت لهم السيدة ريبيكا، ودي اللي هتكون بديل بوزلي بعد ما تأكدوا إنه غرق وتوفى. وبتقول لهم إنها بتحمل نفس الاسم بوزلي وإنه بيعتبر اسمه رتبة زي الملازم في الشرطة، وأخدتهم لمكان آمن. وبعد ما بيوصلوا بيفضلوا يبحثوا عن هوية الشخص اللي هاجمهم، بس بيلاقوا إن كل معلوماته تم حذفها. فسألوا إلينا عن سبب إرسالهم لقاتل محترف بأسلحة تقيلة علشان يقتلها. فقالت لهم على خطورة الاختراع اللي طورته بنفسها وإنه ممكن يستخدم كسلاح مميت، لكنها تقدر تصلح الخلل اللي فيه لو عندها إمكانية الوصول للجهاز. لكن دلوقتي أي حد ممكن يسيء استخدامه عن طريق إعاقة الشبكات العصبية في جسم الإنسان، فبيسبب سكتة دماغية بدون ترك أي دليل. فبيقدروا إنهم يحطوا خطة ويسرقوا النماذج الأولية من الاختراع الموجود في مستودع شركة بروك للطاقة علشان تعدلها إلينا. وبيسرقوا فعلا هويات الموظفين وبيدخلوا الشركة، وبتقدر إلينا تسرق الكاليستو بمساعدة جين وسابينا، وهربوا من الحراس بس الباب اتقفل عليهم. فبتضطر إلينا تستخدم الكاليستو في تفجير الباب، وده هيدمر الجهاز، لكن لازم يهربوا قبل ما الحراس يقتلوهم. وبيروح الفريق على مقر الوكالة في برلين وبيقابلوا ساينت اللي بيساعدهم في أداء تدريباتهم واهتماماتهم بصحتهم. وبعد ما بياكلوا وبيرتاحوا بيقعدوا يبحثوا عن آخر شخص دخل مستودع الكاليستو في شركة بروك عن طريق مراجعة
الكاميرات، وعرفوا إن فليمينج هو آخر شخص دخل وإنه أخذ الكاليستو علشان يبيعه في السوق السوداء، وبعد بحث طويل بيقدروا يعرفوا إنه سافر على إسطنبول. فبتقول لهم ريبيكا ما يقولوش لحد إنهم هيروحوا على إسطنبول علشان القاتل ما ياخدش خبر ويتبعهم، وبتسيبهم وبتخرج تقابل شخص مجهول وبتاخد منه جهاز تتبع عليه مكان فليمينج في إسطنبول. وكان بوزيلي المتقاعد مع صديقه وكان شاكك في الساعة اللي أخدها يوم تقاعده، وكان مع صديقه بيفحصها من وجود أي جهاز تتبع، بس بتطلع نظيفة، وبالصدفة بيكتشف وهو بيودع صديقه إن جهاز التتبع موجود جواه، وبيبدأ الفريق يجهز وبيتسلح بأحدث المعدات وبيطلعوا على إسطنبول. وعرضت عليهم جين إنها تاخدهم لحد من معارفها من المخابرات، وكانت سيدة اسمها فاطمة، ولما بتروح لها جين بتوافق تساعدها لكن بشرط إنها تجيب لها بضاعة تساعد بيها الأمهات اللي عايشين حواليها. وبتعمل كذا اتصال وبتعرف إن فليمينج قاعد في فندق وعرفتهم عنوانه، فراحوا وبدأوا يراقبوه وقدروا يسرقوا شريحة تليفونه وسط الزحام، وبيعرفوا إن فليمينج هيبيع الكاليستو بكرة في حلبة سباق الخيول. فقعدت بوزيلي تعرفهم الخطة وبتدي كل واحدة منهم دورها، وتاني يوم بيروحوا الحلبة وبيفضلوا مراقبين فليمينج وبيشوفوا الشخص اللي هيشتري الكاليستو، لكن بيلاقوا مع القاتل اللي هاجمهم بيحرسوا، وبتفشل جين في إنها تقتله وبتخطأ هدفها، فهرب البائع وبتاخد سابينا خيل وبتجري وراه، وقدرت تزرع جهاز تعقب في العربية بتاعته قبل ما يهرب منها. ولما راقبوه لقوه رايح مصنع على حدود المدينة، وكان هو ده المكان اللي هيتم فيه صفقة بيع الكاليستو، وبيقدروا يتخلصوا من كل الحراس وبيروحوا على غرفة المراقبة، وبيكتشفوا إن المشتري يبقى جوني سميث، وطلب جوني من فليمينج إنه يجرب الكاليستو قبل ما يشتريه، بس فليمينج رفض وقال له إنه مش هيقتل حد ملوش ذنب، بس إلينا كانت عارفة إنه ما عندوش علم بطريقة تشغيل الجهاز. فبيقوم حارس جوني يقتل فليمينج وبياخدوا الكاليستو وبيركبوا عربياتهم. فحاولوا البنات انهم يكلموا ريبيكا علشان ياخدوا منها امر بالهجوم، لكنها اختفت فجأة. فبيكتشف جوني وحراس وجودهم فبيشتبكوا معاهم، فبينشغل البنات في السيطرة على الحراس، وبيهرب جوني والحارس بتاعه بالكاليستو. فبيرجعوا البنات على مقر الوكالة، وكانوا شاكين ان ريبيكا خانتهم وليها علاقة بسرقة الكاليستو. فبيجي لهم اتصال من بوزلي المتقاعد وطلب منهم يخرجوا من مقر الوكالة فورا لانهم خطر كبير، بس قبل ما يكمل كلامه بينفجر المكان. وأول ما بتفوق إلينا بتلاقي بوزيلي المتقاعد بيقتل ريبيكا وأخدها وهربوا، وبتفوق جين وبتاخد سابينا اللي فقدت الوعي ورجعت على بيت فاطمة، بس لقت ساينت جاي ومعاه ريبيكا، فتعصبوا أول ما شافوها وقالوا لها إنها خانتهم، بس بتهديهم ريبيكا وبتقول لهم انها مش جاسوسه، بدليل انها اتصابت برصاصتين وكان المفروض تبقى ميته دلوقتي، بس الدرع الواقي من الرصاص انقذها. وبتتفاجئ إلينا بوجود هودك الحارس الشخصي لجون سميث مع بوزلي المتقاعد، وان الكاليستو معاه، وقال لها انه هيخليها تقابل الكسندر بروك علشان تعرفه الخلل الموجود في الكاليستو. فبتنصدم سابينا من كلام ريبيكا لما قالت لهم ان بوزلي بعد ما تقاعد قرر يسرق الكاليستو، وانها بتتعقبه من اسابيع، وتاكد من كلامها لما افتكروا انهم شافوا جوني سميث والمفروض انه مقبوض عليه بتهمة الاختلاس. وقالت لهم ريبيكا انها كان لازم تسيبهم وتمشي علشان تقدر تمسكه، بس هرب منها ودلوقتي محتجز الينا في قصر بيملكه الكسندر بروك، وهيعمل حفلة كبيرة علشان يعرض الكاليستو على المستثمرين ويبيعه في السوق السوداء، وعلشان كده لازم يحطوا خطة ويقبضوا عليه ويرجعوا الينا والكاليستو قبل ما يقع في ايد مجرم. ولما بيوصل بروك لمكتبه بيلاقي بوزلي محتجز الينا فطلب منه يقتلها، فرفض وقال له انها ممكن تبقى مفيده ليهم لانها عارفه كل شيء عن الجهاز. فراح يخرج من مكتبه بس منعه هودك وطلب منه يرجع يقعد، فضحكت الينا وقالت له انه مغفل لان بوزلي هيسرق الكاليستو منه وهيستعمله كسلاح، وبتيجي رساله على تليفون بروك ان حد بيحاول يفتح خزنته. فراح هودك يتاكد مين اللي حاول يفتحها، لكن جون وسابينا بيعملوا له فخ وبيسرقوا منه مفاتيحه الشخصيه، وجون بتدخل في قتال معاه وبتثبت تفوقها عليه وبتقتله قدام كل المدعوين للحفلة. ولما بيجي بوزيلي المتقاعد يشوف مين اللي قتل هودك، فبتقبض عليه العميلة ريبيكا اللي كان يعرفها شخصيا ويعرف اسمها الحقيقي، وبيكتشف ان إلينا مبرمجة الجهاز على اغتيال كل حراسه اللي كانوا موجودين في المكان، وبتلاقي إلينا انها كانت محاطة بعملاء وكالة تاون ساند طول الوقت، حتى جوني سميث أصبح عميل للوكالة وهو اللي ساعدهم على القضاء على بوزيلي، وانضمت إلينا لفريق عملاء الوكالة وبيسيطروا أخيرا على الكاليستو. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.